أخي الحبيب، هل فكرت أن تعالج نفسك بصورة عظيمة جدا لم ينزل الله مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن؟ إنها سورة الفلق، سورة تسبح الله، سورة تنطق باسم الله سبحانه وتعالى، سورة الفلق. هذه السورة من عظمتها بدأت بكلمة قل. ما معنى قل هنا أيها الأحبة؟ يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليذكرك بهذا النبي الكريم. يعني الله عز وجل أرادك كلما قرأت هذه السورة أن تتذكر نبي الرحمة الذي بلغنا القرآن، الذي لولاه كنا تائهين. انظروا إلى الملحدين اليوم، الاكتئاب والانتحار والاغتصاب ومشاكل كثيرة، والأمراض المنقولة جنسيا، ومشاكل الخمر، ومشاكل يتعرضون لها. لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا ولم يطبقوا تعاليم القرآن. من رحمة الله أنه أرسل لنا هذا النبي، لذلك الله أراد أن يذكرنا، وكأن هذا النبي هو الذي يخاطبنا، يقول له قل أعوذ برب الفلق. الفلق أيها الأحبة، كل الكائنات الحية تعتمد في تكاثرها على الانقسام، انقسام الخلايا. الفلق، تنفلق الخلية فلقتين، النباتات تخضع لهذا القانون، الذرة تخضع لهذا القانون، حتى الكون بداية نشوء الكون يخضع لهذا القانون. انفلق الكون فولد الذرات وولد الضوء وولد المجرات والنجوم، سبحان الله. فكلمة الفلق هنا تتعلق بكل شيء من حولنا. قل أعوذ برب الفلق، ماذا يعني أعوذ؟ أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي. نحن الآن أيها الأحبة نشعر بضعفنا الشديد، نشعر بمخاوف كثيرة من الظروف الحالية، من الوباء، من المرض، من الظلم، من النقص، من القلة. عندما تقول أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأطلب من الله أن يحفظني. هذا الإله هو رب الفلق، هو رب كل شيء. مما يحفظني؟ من شر ما خلق، آية عامة. كل شيء خلقه الله من حولي يمكن أن يضرني أو فيه شر، أنا أعوذ بالله منه. قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الآن أيها الأحبة بدأ الليل يخيم، والليل عندما يخيم هناك كائنات، هناك عالم الجن، الشياطين، الوساوس، الكثير من الجرائم تحصل في الليل، الكثير من المشاكل تحصل في الليل. لذلك أنا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، إذا خيم. هذا الغسق غروب، ما بعد غروب الشمس، إذا خيم هناك شرور كثيرة أنا أعوذ بالله منها. ولكن هناك أيضا شر يجب أن تستعيذ بالله منه وتطلب الحماية منه، هو شر السحرة ومن شر النفاثات في العقد. العلم الحديث أيها الأحبة لا يعترف بالنفاثات في العقد، ولكن الله أكد هذه المعلومة، ومن شر النفاثات في العقد. فكل إنسان يتربص بي شرا، كل إنسان يريد أن يؤذيني، كل إنسان يريد أن يخرب علاقة بيني وبين إنسان قد يكون مصدر رزق بالنسبة لي، يريد أن يخرب هذه العلاقة. كل إنسان يريد أن يوقع بيني وبين أهلي وبين زوجتي وبين جاري وبين زملائي في العمل، أنا أعوذ بالله منه، ومن شر النفاثات في العقد. وأخيرا، وهذه قضية مهمة جدا نغفل عنها أيها الأحبة، ومن شر حاسد إذا حسد. نحن الآن نعيش عصر الحسد، الحاسدون كثيرون جدا، يحسدون الآخرين على كل شيء، على أي شيء تحسد اليوم للأسف
والحسد ثبت علميا أيها الأحبة أنه موجود. فالحاسد يتضرر كثيرا من حسده. العلماء أثبتوا أن الحسد مؤذي بالنسبة للحاسد والمحسود أيضا. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نستعيذ بالله من شر الحاسدين لكي نتجنب الكثير من الشر. كثير من المصائب نصاب بها قد يكون سببها الحسد ولا ندري. قصرنا في الاستعاذة من شر الحاسد. قد يكون رزقك متأثر، مشاكل في البيت تتعرض لها، ضيق في الصدر، قد يكون سببه حاسد. إذا حسد نسيت أن تحتمي بالله منه، أن تقول يا رب احفظني من شر كل الحاسدين. لذلك أحبتي في الله نصيحتي لكم ألا تنسوا هذه السورة العظيمة التي هي كنز من الكنوز أنزله الله والنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا إياه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.